السلام عليكم صحاباتي خوتي، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله، الامور مزيانه، كل شيء مزيانين. ايوا الحمد لله، ربي ان شاء الله ينصركم ويعطيكم الصحه ان شاء الله يا ربي. اليوم عندي معكم واحد الماكله سهله، يعني بالنسبه هكا الواحد ما كيجيش بكري ولا يكون خدام ولا في الساعة كيتوجد. عندي هنايا البطاطا، نتوما على حسابكم يعني البطاطا شحال ما بغيتوا ديروا. انا يمكن هنا تكون شي نص كيلو ولا يمكن، انا غير قطعته وجدتها. عندي هنا البطاطا مقطعه، وعندي جوج ديال البصلات حتى هما مقطعين رقيقين، وعندي ثلاثه ديال البيضات، وعندي هنايا الخليع بعدا هو عاد جاني من المغرب، صبطاتو لي بنت اختي الله يحفظها ونشكرها بزاف بزاف من هذا الفيديو. حتى هو غادي ندير فيها طريف، الا بغيتو ديروا فيها، والا ما بغيتوش غير الزيت. هي الاصليه ديالها كنديروا غير الزيت، غير انا منين جاني الخليع عاد جديد راكو عارفين نكونوا متوحشين الحوايج، بغيت ندير طريف. وها نتوما معنا دابا. عندنا هنايا هذه ما تقلى ما والو، عندنا هنا البصله ديالنا غادي نخويوها. بسم الله، حاولوا نديروها كيما هكا في الكوكوط باش ما تلصقناش، كيما هكا. دابا غادي نحيد هذا الكوكوط من هنا صافي. دابا هنايا غادي ندير سكنجبير، ندير واحد معلقه صغيره، هاد المعلقات الصغيرين تاع الكافي هاي هكا كيما هكا. نفس هذه ديال الخرقوم، الفلفل الكحل نقصو منو شويه، ويلا نتوما تبغيو الحار ديروه. انا مرفه ندير الحار دابا، ما غاديش نديرو فهادي يعني ما بلاش. نديرو الملحه ندير واحد المعلقه كي هكا بحال هكا. ودابا هنايا غادي نجبدو شويه ديال كيما هكا، نجبدو شويه ديال الخليع. هذا خصني نقطعو، نجبدو طريف ونقطعو. بسم الله، هذا قلت لكم غير كل واحد اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرش. هي الاصليه ما كناش نديرو الخليع. كيما هكا الخليع كيجي زوين فيها. ونديرو طريف ديال الزيت، هنا نديرو طريف ديال الزيت. هيا عطيك واحد الكاس صغير، وصافي. دابا هادو نحركهم كيما هكا مزيان باش هاد العطرية هادي تدخلنا هنايا كلها. نحركوها، نديرو هذا هنايا. ودابا هنايا نديرو كاس صغاور ديال الماء، هاد الكيسان الصغيورين ها هو. بسم الله، ما نزيدو عليها ما والو، صافي غير هادشي. دابا نحركو هادشي مزيان كي هكا. علاش انا راني نحركو هنايا؟ حيت في الكوكوط مع درنا البصله ما غاديش نحركوه. نجيبو الكوكوط ديالنا، ها هي فيها البصله.
من هكا. ودابا البنات قلنا كنا درنا البصله ديالنا هنايا، دابا غادي نخوي هاد البطاطا هادي، نخويها هنا بسم الله كيما هكا، هادي اسهل ما يكون. صافي دابا هادي ما غادي نزيدو لا ما حتى شي حاجه عليها، داك نص كاس ديال الماء ونخليوها هكا طيب غير فديك البصيله ديالها، وحتى طيب عاد نديرو فوقها البيض. هاني نسد الكوكوط ديالي نديرها طيب ونرجع مع خوتي. وهاي البنات هاي البطاطا ديالنا صافي طابت كيما هكا، هاي كتجي ناشفه وزوينه وما كتلصق من حتى شي حاجه. دابا حنا منين طابت كيما هكا غادي نخوي عليها البيض، يعني حتى كطيب ونخوي عليها البيض بسم الله. البيض على حساب كل واحد شحال شحال زعما، كل واحد شحال يبغي، كل واحد شحال يدير ديال البيض، يعني كاين اللي يدير البيض بزاف كاين، نتوما على حسابكم. صافي البيض ما نحركوه ما والو، غادي نديرو لها كي هكا ونخليوها غير تجمر ونطفو عليها. صافي وها هما البنات، هاي المرقة ديالنا طابت، البيض ديالنا ها هو كيما هكا، هاي تجي عاقدة كيما قلت لكم بكاس ديال الماء ها حنا طيبناه. صافي ونتمنى ان شاء الله ديروها حتى نتوما وتجربوها وتعجبكم، غنحطها في الطبسه ونرجع مع صحاباتي. وها هي البنات، ها هي البطاطا ديالنا طابت، ها هي كيما هكا كيجي الخليع فيها كيما هكا، والبيض كيجي باين. ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما ديروها تجربوها، هذه ساهله كاع فين واخا تكونوا تخدموا في الساعه كتوجد. ايوا ما تنساوش ديروا لنا جيم وكومونتير والهلا يخطيكم، الله ينصركم الله يحفظكم، شكرا بزاف.